نبدأ بها. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب اتمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التوفيق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. قد فرغنا أمس من مسائل الشرط الثاني للصلاة، نعم، ثم الشرط الثالث، وثالثها ستر رجل وأمة ما بين صرة وركبة وحرة غير وجه وكفين بما لا يصف لونا من قدر عليه. هذا الذي ذكره الماتن، يعني مصنف كتاب مهمات الدين. ثم فإذا ستر رجل وأمة ما بين صرة وركبة. نعم، صوت واضح؟ أنتم تسمعون جيدا؟ الحمد لله أسمع. نعم، ثالثها ستر رجل وامت كلاهما يستران. هذا الستر شرط من شروط الصلاة. استيفاء الشروط للصلاة واجب على الصبي. إذا مثلا صبي أو صبية يدرب على الصلاة، فيجب عليه أن يدرب أو يكمل الشروط أولا، ثم بعد ذلك يصلي. بعض الأحيان أولياء الصبيان يدربونهم الصلوات بدون يعني ستر العورة، بدون الولوء هكذا، وهذا لا يجوز، بل يجب عليهم أيضا استيفاء هذه الشروط. نعم، ثم هنا ذكر ستر رجل وأمة. الرجل في اللغة هو البالغ فقط، الصبي لا يطلق عليه رجل، لكن لكلمة الرجل يطلق آخر مرادفا للذكر. هنا معنى الرجل الذكر، من له الذكورة، ليس من له الرجولية. الرجولية بعد البلوغ، لذلك قال أشار إلى هذا المعنى بقوله ولو صبيا. الصبي هو داخل في الرجل، لأن الرجل مطلق هنا على الذكر، فإذا لو كان صبيا. ثم يذكر مسألة عامة وحرة، فإذا ذكر المصنف في حق المرأة العامة والحرة، لكن في حق الرجل لم يذكر الحرة والرقيقة،
بل أطلق يعني ستر رجل ولو صبيا. فإذا هذا الرجل يعني أذكر يشمل الحرة والرقيقة جميعا الكلمة، سواء كان الرجل حرا أو قنا يعني رقيقا عبدا غلاما، يجب عليهما هذا الستر. أما الاختلاف بين النوعين يعني بين الأمة والحرة في جانب النساء المرأة فقط، لذلك هناك فصل وبين قسمين، أما هنا لم يفصل أحد من العلماء من هذا الجانب، لكن أشار إلى التعميم ابن حجر رحمه الله في تحفته، عبارته قال ستر رجل ولو صبيا وقنا، هكذا أتى بالغاية ولو قنا الرجل ولو قنا. فإذا كلمة الرجل هنا شامل للصبي وكذلك شامل للحر والرقيق جميعا. ثم وعمة ولو مكاتبة وأم ولد، ما لمت تتنوع هكذا، في بعض الأحيان ممكن هي كاتبت سيدها مولاها. ثم المذهب حينما يبقى أو كلما باقي شيء من مال المكاتبة أو مقابلة المكاتبة يكون يبقى الرقيق رقيقا لا يكون حرا، لذلك هنا أيضا المكاتبة وكذلك أم ولد، أيضا أم ولد هذا أمر يجيبها ولدا هي أم ولد. فإذا في بعض الأحيان في بعض المسائل حكمهما يعني حكم المكاتبة وحكم أم الولد وكذلك حكم المدبرة، لأن المدبرة يعني أمة علق مولاها عتقها بموته بموت المولى هي المدبرة. فإذا هذه الثلاثة يختلف حكمهن في بعض المسائل، يعني المكاتبة يكون لها ملك، الرقيق المكاتب يملك لنفسه المال، هذا مثال. أما الرقيق بدون كتابة كل ما يملك هو ملك لسيده ومولاه، هذا فرق. وكذلك أم ولد لا يجوز بيعها، وكذلك المدبرة أيضا لا يجوز بيعها بخلاف غير أم الولد والمدبرة. هكذا في بعض المسائل في بعض الأبواب يختلف حكمهن مع الأمة التامة، لكن في هذا الباب يعني في باب ستر العورة كلاهما سواء، أو كانت أمة تامة أو مكاتبة يبقى عليها شيء من مال المكاتبة يعني مقابلة المكاتبة، كذلك أم ولد. أيضا يسترنا ما بين سرة وركبة لهما، لمن؟ للرجل والأمة. ثم ولو خاليا في ظلمة للخبر الصحيح لا يقبل الله صلاة حائل إلا بخمار. ذكر ما بين سرة وركبة، هذا يدل أن السرة والركبة خارجة من العورة لا يجب سترهما، هذا البينية يدل ما بين، لم يذكر يعني لم يذكر يعني وجوب ستر السرة والركبة في هذه العبارة، لذلك سيأتي بيان مسألة ستر السر نفس السرة والركبة سيأتي بالشرح لهما للرجل ولو خاليا في ظلمة. ممكن هذا الرجل أو هذه الأمة أو كذلك فيما سيأتي الحرة هم يصلون في خلوة ليس في حضرتهم أحد من الناس، وكذلك هم يصلون في ظلمة، هم يصلون في موضع خال من الناس وكذلك الوقت وقت ظلمة، ومع ذلك يجب عليهم ستر هذه العورة.
فإذا قال ولو خاليا في ظلمة، الأشعر هو أتى بغايتين، خلو المكان عن الآخرين وكذلك وجود الظلمة. فإذا لو كان أحدهما فقط فأولى بوجوب الستر، يعني يصلي رجل أو يعني أحد يصلي في خلوة ليس ظلمة بل هناك ضياء موجود مع النور والضياء يصلي في خلوة فأولى بالوجوب بوجوب ستر هذه الأماكن هذه الأورة. أو هو يصلي في ظلمة وفي حضرته رجال يعني أجنبي ليس الموضع خاليا بل يوجد هناك آخر يوجد ومع ذلك يصلي في ظلمة، فهناك أيضا يجب الستر. حينما أتى بغايتين لو كان غاية واحدة فقط فأولى بوجوب الستر. نعم. ثم دليل هذا الشرط الخبر الصحيح ما هو؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هناك ذكر صلاة حائض، الحائض يعني الذي يتبادر منه المرأة التي تحيض، يعني المرأة التي يخرج دم حيضتها حاليا، وهذه المرأة لا تصلي بل يحرم عليها الصلاة. الحائض يحرم عليها الصلاة، ثم كيف يفرض صلاتها في الحديث؟ فإذا الحائض ليس معناه هذا، بل معناه امرأة بلغت سن الحيض. حائض يعني امرأة بلغت سن الحيض، هذا هو البلوغ. نعم. أي بالغ سن الحيض يعني هي بلغت حالت هكذا هي بلغت. فإذا للحائض معاني كثيرة، إما هكذا من يخرج دم حيضتها وكذلك من بلغت سن الحيض وكذلك بلغت حقيقة هي صارت بالغة، وهذا هو المراد للحائض في هذا الحديث. ثم إلا بخمار، لا يجوز لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. الخمار يعني ما يستر الرأس، الخمار ما يستر الرأس. ثم لا يقبل الله صلاة حائض، ما معنى القبول؟ كما ذكر أني بينت معنى القبول يعني في باب الوضوء، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور هكذا قد سبق، وكذلك هنا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. القبول هنا بمعنى الصحة، القبول يأتي لمعنيين، أولا بمعنى الصحة ثم ثانيا بمعنى استحقاق الثواب عند الله تعالى بمحل فضله على اعتقاد أهل السنة. العمل صار مستوفيا لأركانه وشروطه وآدابه، ثم بعد ذلك الله تعالى قبله يعني يصيب عليه هذا صاحب العمل استحق عند الله تعالى ثوابا، ليس على طريق الوجوب كما قالت المعتزلة، بل هذا استحقاق الثواب بمحل فضل الله تعالى على اعتقاد أهل السنة. فإذا هنا لا يقبل الله صلاة بمعنى لا يصح صلاته. لماذا؟ لو لم يصلي بخمار أي يختل شرط من الشروط، هكذا يدل الحديث. لكن أين في هذا الحديث مسألة الرجل ومسألة اللامة، كذلك ما بين السرة والركبة؟ ليس في الحديث هذه الأمور. فإذا هذا الحديث دليل لوجوب الستر فقط، يعني إجمالا الحديث يدل على أن المصلي يجب عليه، المصلي سواء كان رجلا أو
امرأة حرة نومتنا هكذا يجب على المصلي ستر شيء. ثم هنا ذكر يعني الحائل يجب عليه ستر رأسها. فإذا في هذا الحديث وجوب الستر، لذلك قال للخبر الصحيح. فإذا المصنف أتى بهذا الحديث لإفادة وجوب الستر على المصلي مجملا في الإجمال. يأتي الأدلة التفصيلية نعم. ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة. نعم، هو قال ما بين سرة وركبة، قلت وهذا يفيد أن السرة والركبة لا يدخلان في العورة التي يجب على المصلي ستره سترها. نعم، هذا الظاهر كذلك. لذلك يجب ستر جزء منهما، من أي شيء؟ من السرة والركبة، يكفي ستر جزء منهما، لا يجب سترهما جميعا ليتحقق به ستر العورة. ترى شيئا من السرة وشيئا من الركبة يتحقق ويتأكد عنده ستر العورة بتمامها. فإذا هذا كما قلنا مرارا فيما مضى، ما لا يجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا العورة يعني ما بين السرة والركبة فقط، يكفي ستر ما بينهما، لكن فهذا الستر ينبغي أن يكون محققا متى يتحقق لو ستر شيئا منهما، لذلك يجب. وهذا يجب ستر جزء منهما واستدراك على ما أفادت لفظة بين. نعم، وهنا قال ويجب ستر جزء منهما. أما عبارة التحفة بقوله نعم يجب، هكذا بالاستدراك مع إقرار ما سبق بدون أن إبطال. بالنسبة إلى عورة اللامتة هناك اختلاف، فهذا ما ذكرنا هو عورة اللمت في الأصح كما ذكر في المنهاج الآخر، ما هو عورتها كالحرة إلا رأسها، يعني هي والحرة سواء في الصلاة، لكن يستثنى اللمت رأسها أيضا. فإذا الوجه والكفين والرأس لا يجب علي على الأمت سترها في الصلاة، هكذا قول. ثم قول ثالث أيضا، والثالث عورتها ما يبدو منها في حال خدمتها بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد، بخلاف ما لا يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، هكذا ذكر المغني بينا الإمام الخطيب. نعم، فإذا هكذا ثلاثة أقوال في عورة اللامتة في الصلاة. نعم، فهذا الذي ذكرناه هو الراجح الأصح. ثم وستر حرة ولو صغيرة، يعني ثالثها ستر رجل، فهذا ستر حرة عتفنا على قوله ستر رجل، ما بالنظر إلى المتن فقط وحرة وهو عاتف على قوله رجل. ثم فإذا ثالثها ستر حرة، ثالث الشروط، ولو صغيرة. وكذلك الخنثى في حكم المرأة في هذا الباب، في أغلب الأبواب هكذا يكون الخنثى، تكون في حكم الخنثى، وفي بعض المسائل لا تكون الخنثى في أحكام النساء ولا في أحكام الرجال، بل يكون لهن حكم خاص. وهكذا خنثى تكون، وهذه الخناث غير واضحة، غير واضحة. فإذا لو وضحت أو لو وضحت جنس الخنثى، إما وضحت وصارت أنثى
أو ذكر، فحكمها حكم الرجل حكم الذكر أو حكم المرأة بعد الوضوء. أما قبل الوضوء يعني حينما يبقى الإشكال في جنسها هي خنثى مشكلة، يقال لها خنثى مشكلة، فهذه التي تكون في حكم النساء في أغلب الأبواب. ثم غير وجه، غير وجه حرة ماذا يستر، ماذا تستر؟ هي تستر غير وجه وكفين من جسدها تمام. فإذن جسدها كلها هكذا يستثنى منه الوجه والكفين فقط. ثم فإذن يجب عليها شعر رأسها وباطن قدميها، يجب عليها ستر شعر الرأس تماما حتى لا يرى من شعرها شعرة واحدة أبدا. وكذلك يجب عليها ستر باطن قدميها، لكن هذا ستر باطن القدمين يكفي ستره بالعرض في حال الوقوف. لو حال الوقوف يعني عندما تكون قائمة وباطن قدمها مستور بما بالأرض هذا يكفي، يعني لا يجب عليها لبس الجورب أو يعني لف قدم باطن قدمها بخرقة هكذا لا يجب، بل يكفي هذا. لكن هذا عند القيام، أما لو ذهبت يعني للسجود يجب عليها ستر باطن قدميها بثوب، هذا واجب. لذلك الشراح قالوا يعني في حال الوقوف هذا يكفي نعم. ثم غير وجه وكفين ظاهرهما وباطنهما، فإذا هذا ظاهر الوجه والكفين، لا يعني ظاهر الكفين وباطن الكفين نعم. الله والبطن يكون في الكفين فقط، أما الوجه يعني له ظاهر فقط لا يكون له باطن. إذن هما الضمير، ضمير التثنية يرجع إلى الكفين، ظاهرهما ظاهر الكفين وبطنهما بطن الكفين، كلاهما ليس بعورة في الصلاة نعم. إلى أين؟ إلى الكوعين، إلى الكوعين يعني الكوع يعني داخل في المستثنى أو يعني خارج من المستثنى بإدخال الغاية فاللولى إلى الرسغين، الغاية داخلة في الكفين نعم. فإذن وهذا من المستثنى الوجه والكفين مع الكوعين، فإذن ستر الكوعين ليس بواجب. هكذا كتب علي شبر الشرواني يعني البصري بإدخال الغاية، إذن الكوعان داخلان في أي شيء في الكفين، فإذن هما لا يجب على المرأة سترهما بما لا يصف لونا. ثم بأي شيء يستر لا يكفي مجرد حاجب ولا ساتر، بل يجب أن يكون الساتر ما لا يصف لون البشرة. لذلك بعض بين في مسألة يعني ما بين صورة وركبة كذلك ستر حرة غير وجه وكف، يعني لونه هكذا بعض قدر يستر لون ما بين صورة وركبة، كذلك يستر لون غير وجه وكفين هكذا بعد القدر، يجب أن ستر اللون. أما ستر الحاجم ليس بواجب، يعني يلبس ثوبا واسعا حتى لا يرى حجم الأعلى حجم الجسد، هذا ليس بواجب كما سيأتي. ثم يجب الستر، لذلك ستر اللون، لذلك لو ستر المصلي عورته هذه بأي شيء بما لا يستر اللون بل يرى اللون خلال هذا يعني خلال
هذا الثوبي لكونه شفافا مثل الزجاج هذا لا يكفي، أو يعني هذا نسجه واسع يمكن أن يرى خلاله هذا لون البشرة كالشبكة، وهذا لا يكفي. لا شبكة يقال في بعض الأحيان ساتر، يعتبر ساترا، مثلا المعتمر المحرم للحج والعمرة لا يجوز له ستر الرأس، الرجل المحرم للحج والعمرة لا يجوز ستر رأسه بأي شيء بمثل هذا الثوب، يعني بما توسع بين نسجه خطوط يعني موسعة يمكن أن يرى. فإذا في الشرع أيضا يعتبر هذا في بعض الأبواب ساترا، لكن هذا لا يعتبر هنا ساترا. فكذلك المحرم لا يجوز له ستر رأسه بثوب شفاف يرى ما وراءه، لا يجوز له ستر رأسه. فإذا هكذا الثوب يعتبر يعني هذا الثوب الشفاف أو الذي يرى ما وراءه بسبب التوسع في النسج يعتبر في بعض الأبواب ساترا، أما في هذا الباب لا يعتبر ساترا. هنا ينبغي أن يستر اللون هذا الذي قال بما لا يصف لونا، لون البشرة. ثم في مجلس التخاطب، ثم كيف يعتبر هذا وصف لون البشرة؟ يعني لو كان اثنان في مجلس التخاطب عادة ليس بعيدين ولا قريبين فهذا الذي يعتبر، إن كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عديل رحمه الله. ينبغي أن يكون في مجلس التخاطب. فإذا مفاد قوله في مجلس التخاطب ذكر في حاشية الشرواني نقلنا لعلي برام لسطلي أن ما يمنع في مجلس التخاطب وقت كان بحيث لو تأمل الناظر في مع عيادة القرب للمصلي جدا لأدركا لون بشرته لا يلو، يعني لو وقف في محل التخاطب لا يصف لون البشرة، لكن هذا رجل اقترب جدا ثم بعد ذلك نظر بحدة وتأمل يمكن أن يرى لون البشرة وهذا لا يضر، هذا ثوب يكفي. وينبغي أن مثل ذلك، ثم قال أمرني ينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو كانت ترى البشرة بواسطة شمس أو نار ولا ترى عند عدمها، يعني هنا يوجد مصباح بشدة الضوء بواسطة هذا الضوء الجديد يرى لون البشرة، لكن لما كان هذا شدة هذا الضوء يعني هذا الضوء معتدل ويثني وقف بالعيون، أو يعني يرى بواسطة النار هناك توقد النار بواسطة يرى فهذا أيضا لا يضر. و يعني هؤلاء الشراح ذكر هذين مثالا شمس أو نار، وكذلك يمكن مثالان لو تبلل الثوب فيه بلل بسبب لكن بدون ذلك لا يرى. فإذا هذا أيضا يظهر أنه لا يضر، يعني هذا بسبب يعني طارئ، أما في أصله لو وقف في مجلس التخاطب يمنع هذا القدر. هكذا فائد لهذا القيد في مجلس التخاطب، كذا ضبطه بذلك أحمد ابن موسى ابن عجيل، ويكفي ما يحكي لحجم العلاج. ذكر يعني يجب ستر لون البشرة، أما حجم العلاء لا يجب ستره، لذلك قال يكفي ما يحكي، حكى يحكي بمعنى وصف يصف، يصف حجم العلاء
من يصف ومن يحكي يعني النالر يستطيع أن يحكي حجم علائه هل هذا العلو سمين أو يعني لو كان سمينا كم سمنه وكذلك يعني نحيف فهكذا يمكن يعني حكاية حجم علائه كبر علائه فهذا لا بأس. فإذن مثاله سروال ليق أو يعني درع ليق أيا كان وكذلك ممكن يكون خمار المرأة ليقا على الرأس وهذا لا يضر لصحة الصلاة لكنه خلاف الأولى هكذا قال يعني هذا لبسه خلاف الأولى هذا خلاف الأولى بالنسبة إلى الصلاة هذا ظاهر هذا هو الظاهر من عبارة لكن هذا ليس خلاف الأولى على الإطلاق للرجل والمرأة بل هنا يعني تفصيل التفصيل يعني في النهاية والمغني قال لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنصى فيما يظهر فإذا هذا الثوب الضيق هو يكره للمرأة والخنصى فيما يظهر وخلاف الأولى للرجل وعبارة فتح الجواد لكنه خلاف الأولى للذكر ومكروه لغيره لغير الذكر يعني من امرأة وخنزة كما سبقنا فإذا هؤلاء اتفقوا يعني ابن هجر نور الرملي والخطيب كلهم اتفقوا بأن هذا الثوب الضيق مكروه للمرأة والخنزة أما للرجل فهو خلاف الأولى لكن هذا أعتقد في بعض الأحيان يكون حراما يعني هذا النساء الأخوات يلبسن ثوبا ضيقا في بعض الأحيان يساعدنا على المعسير يساعدنا على المعسير يعني يتزين تتجمل بمثل هذه الثياب الضيقة ثم بعد ذلك هي تتبرز وتختلط مع الرجال فهذا الرجال ينظرن إلي ينظرون إليهن بشهوة ولذة استمتاع وهكذا في بعض الأحيان يمازعونهن يتحدثون معهن وهكذا فهذا يكون حراما بطريق أنه إعانة على معصية الإعانة على المعصية له حكم آخر نعم مرحبا يعني أستاذ علي خان السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله أنا كنت متابع من أول مرة ثم فإذا يجب ثم فإذا هكذا ينبغي أن يكون في هذه الحالات الثياب الضيقة حراما سواء كان للرجل والمرأة هذا إعانة على معصية أما بدون ذلك قالوا هذا يكون خلاف الأولى للرجل وكراهة للمرأة ثم ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل يجب الستر من الأعلى وكذلك يعني من أعلى الجسد وكذلك من جوانب الجسد يعني من جوانب العورة ومن أعلى العورة أما من أسفل العورة ليس بواجب لأجل ذلك يجب يعني أعلى والجوانب فإذا بالنسبة إلى الرجل يجب هذا الستر من السرة إلى الركبة تماما من الأعلى والجوانب مثلا رجل لبس سروالا بندلونا تحت السرة ثم هو لبس قميصا لكن طوق القميص ليس بضيق بل هو واسع فإذا يمكن أن يرى السرة ما تحت السرة شيء مما تحت السرة من طوق القميص فإذا هذا الرجل
لم يستر عورته من العلا بل هو ستر من الجانب. لماذا؟ القميص يستره من الجانب فقط، أما من العلا ليس بمستور، فهذا لا يجب. لو كان هكذا يجب يعني أن يستر، أن يكون يعني توق القميص ضيقا، فلا. ثم ومع ذلك ينبغي أن ينبغي ألا يمكن أن يرى العورة ما بين البندلون السروال والقميص أيضا، يعني من التحت من الجانب. لو كان قميص واسعا يمكن أن يرى، وهنا الرؤية بالحقيقة ليس بواجب، بل لو كان إمكان الرؤية فالستر ليس بتام، يعني لا تكون الصلاة صحيحة. بينا لو كان هذا المصلي في موضع خال وفي ظلمة نجده هذا الستر، إذن لا يرى أحد، لا يرى عورته أحد. نعم. نعم. فإذن في هذه الحالة لا يكون الأعلى والجانب مستورا، لذلك يجب أن يكون توق القميص ضيقا، وكذلك ألا يكون يعني جانب القميص من الأسفل واسعا. ثم فإذا لا تشترط لفساد الصلاة رؤية العورة الحقيقية. لماذا يجب ستر العورة؟ لأن يرى متأدبا مع الله تعالى، هكذا بيّن فائدة الستر، ليس لعدم رؤية أحد، هذا أمر آخر. لو كان هناك أحد يجب عليه ستر العورة من هذا الآخر، من هذا الأجنبي، ومع ذلك يعني لو كان المصلي يصلي في الخلوة ويصلي في الظلمة، لماذا يجب عليه الستر؟ لأن يرى متأدبا عند الله تعالى، لذلك وكأنه يتأدب مع الله تعالى. فإذا يجب عليه ستر من الأعلى والجوانب، نعم، لا من الأسفل. فإذا هذا رجل اتزر بإزار، ثم حينما يسجد ممكن يرى جانب ركبته من ورائه، هذا لابس. لماذا؟ هذا اعتبر من الأسفل. أما بالنسبة إلى المرأة مثلا هي لبست قميصا هكذا يستر من الكتف إلى الرجل أو إلى الكعب هكذا، ثم هي لبست جوربا، ثم حينما تسجد لو يمكن أن يرى يعني ساقها، لا تصح صلاتها. لماذا؟ يجب عليها أذا ستر باطن القدم إلى. أما بالنسبة إلى الرجل لا يجب عليه ستر ما تحت الركبة، لذلك فرق بين الرجل والمرأة. فإذا حينما تسجد ينبغي هذا إلقاء ثوبها إلى الوراء حتى يستر القدم يعني تماما، حتى لا يرى يعني من خلال الثوب ساقها، هكذا يجب، يعني هي تدلي هذا الثوب إلى الوراء حتى يستر هذه الأماكن، لا يكفي يعني مجرد جوربه عند السجود، أما لو كانت قائمة فلا بأس. ثم من الأسفل إن قد رأي كل من الرجل والحرة واللمة عليه، وهذا الشرط يعني عند القدرة، العاجز أما يستر العورة، يعني هذا الرجل ممكن محبوس في حجرة أو مربوط عريانا ليس عنده ثوب، يجب عليه الصلاة، فإذا كيف يستر؟ لا يجب عليه الستر. ثم إن قدر كل من الرجل والحرة واللمة عليه
أي الستر. أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة. يصلي هل يجب عليه الاقتصار على أركان الصلاة؟ لا يجب عليه الاقتصار على أركان الصلاة، بل هو يأتي بالفرائض والسنن كلها، ومع ذلك لا يجب عليه إعادة الصلاة، يعني ليس مثل المتيمم في بعض الأحيان. في بعض الأحيان يجب على المتيمم إعادة الصلاة، وهذا لا يجب عليه إعادته بعد أن قدر على ساتر العورة، ولو مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله. لا من أمكن تطهيره، ممكن هذا رجل عنده ثوب متنجس، فإذا هل يصلي لابسا لهذا الثوب المتنجس أو هل يصلي عريانا؟ هو يصلي عريانا، لا يلبس يعني هذا الثوب المتنجس، متى؟ لو تعذر غسله. فإذا لو أمكن تطهيره يجب عليه تطهير هذا الثوب ثم بعد ذلك يصلي. فإذا لو لعق الوقت ماذا يفعل؟ لا بأس يعني تأخير الصلاة عن الوقت بسبب تطهير هذا الثوب كما أشرنا أمس. نعم، هنا لا من أمكنه تطهيره، تطهير هذا الثوب وإن خرج الوقت، يعني يجب عليه تطهيره ثم يصلي لابسا ساترا للعورة. يعني هذا الرجل الذي يمكنه تطهيره لا يصلي عريانا، ثم ولو قدر على ساتر بعل العورة فقط لزمه الستر بما وجد. مثلا هذا الرجل عنده تبان فقط، تبان يعني ما يستر السوءتين الذي يلبس عادة تحت يعني السروال والإزار هكذا، هذا فقط. فإذا يجب عليه الستر، أو هذه المرأة ليس عنده ثوب لستر جميع بدنها، عنده يعني هذا درع وإزار فقط، ليس عنده خمار، فإذا هي تجلس هي تلبس هذا ما يوجد عنده. وقدم السوءتين فالقبل فالدبرا، يعني هذا الذي وجد غير طعم يجب عليه ستر العورة. حينما يستر يقدم السوءتين، يعني لو كان هذا كافيا للستر القبل والدبر كليهما يجب عليه تقديمهما يسترهما. ثم لو لم يكفي لسترهما بل يكفي لستر أحدهما إما القبل أو الدبر فقط، فإذا هو يستر القبلة ثم يستر الدبر هكذا، بل قبل فالدبر، ولا يصلي عاريا مع وجود حرير. هذا مسألة. وهناك قول للإمام مالك رضي الله عنه أن العورة يعني هذا القبل والدبر فقط، وهذا الذي ذكرنا من عورة الرجل ما بين السرة والركبة عند الشافعية، أما عند الإمام مالك رضي الله عنه، يعني عند المالكية يجي العورة القبل والدبر فقط، هكذا بينوا. لكن وهذا هو لصحة الصلاة، القبل والدبر هو العورة لما لصحة الصلاة، يعني العورة عورات ليس واحد فقط للرجل وللمرأة إن شاء الله سيبين. فإذا هذا الذي ذكر المالكية هو لصحة الصلاة، وفي الصلاة عند المالكية عورتان، عورة مغللة وعورة مخففة. والعورة المغللة لو لم يسترها لا تصح الصلاة بل تبطل. أما العورة المخففة هو يعني سائر ما بين الركبة والسرة كما عند الشافعية. وحكم ستر هذه العورة يعني الوجوب في الصلاة، لو لم يسترها لا تبطل الصلاة بل يكون مسيئا، يعني مرتكبا لمعصية، هو ترك الواجب
هكذا عندهم تفصيل في الأوراق. فإذن عند الشافعية هذا لو لم يستر شيئا مما بين السرة والركبة تبطل الصلاة، أما عند المالكية لا تبطل إلا بكشف شيء من السوءتين، لأنهم يعتبروها عورة مغللة يجب سترها لصحة الصلاة. فإذن هذا الأئمة يقابلون بهذين القولين، لأن العورة هم يبينون لصحة الصلاة بالنظر إلى هذا. نعم. ثم فإذا قدم السوءتين فالقبلة فالدبرة، ما معنى فالقبلة فالدبرة؟ فإذا يجب يعني أولا ستر القبلة، ثم لو كان عنده شيء لا يكفي لتمام الدبر، لو كان هذا هذا الذي يوجد عنده صالحا لستر القبلة والدبر جميعا فهو داخل لما ذكر أولا قدم السوءتين. ثم فالقبل يعني عنده ما يكفي للقبل فيستر القبل، ثم لو كان عنده شيء زائد عليه حتى لا يمكن اتمام ستر الدبري، فإذا هو يستر بما يبقى شيئا من الدبر، هذا ما يعني. ولا يصلي عاريا مع وجود حرير، فإذا لو كان عنده ثوب لكن هذا يحرم عليه لبسه عند وجود ثوب آخر من أنواع الحرير، هل يستر أو يصلي عريانا؟ لا يصلي عريانا، بل هو يلبس. لماذا؟ لأن الحرير جائز عند فاقد ثوب آخر، لذلك وليس فيه مبطل للصلاة كما وجدنا يعني في الساتر المتنجس. في الساتر المتنجس نجاسة موجودة وهي تبطل الصلاة، أما الحرير فلا يوجد فيه شيء من مبطلات الصلاة، ومع ذلك هو جاء حلال عند الضرورة، لذلك لا يصلي عريانا، بل لإسباله، لأنه ماذا؟ مع وجود حرير بل يصلي، كيف يصلي؟ لابسا له لأنه يباح للحاجة. نعم، ويصلي لابسا للحرير ليس عريانا، ويلزم التطيين لو عدم الثوب أو نحوه. فإذا يوجد طين، هل يجب عليه التطيين لو عدم الثوب أو ما يقوم مقامه أو نحوه، يعني من الأوراق، من أوراق الأشجار أو يعني من الأوراق المصنوعة من القطن وغيره، هكذا يوجد شيء لا يوجد يعني ثوب، هكذا لا يوجد شيء أي شيء، بل يوجد عنده طين، هل يجب التطين؟ نعم يجب عليه التطين. ثم لو وجد عنده هذا الحرير والطين ماذا يقدم؟ ويقدم الطين، هكذا قالوا. ثم فإذا الساتر لا ينبغي يعني ثوبا من أي شيء كان ما يستر لون البشرة، هذا كلمة ما عامة أي شيء كان. ثم ويلزم التطين لو عدم الثوب، ويجوز لمقتص اقتداء بعار. ثم هذا رجل عنده ثوب وهو لبس هذا الثوب وستر العورة، لكن رجل آخر ليس عنده هذا الثوب، فإذا هل يجب على المقتصي أن يؤم الآخر أو العاري؟ يعني حينما يجوز أن يصلي عريانا، هل يجوز له إمامته؟ نعم يجوز له إمامته. لماذا؟ هذا في صحة الإمامة الشرط ألا يجب عليه إعادة هذه الصلاة، سبق أن بينا هذا الرجل لا يجب عليه إعادة الصلاة، هكذا ذكرنا، لذلك يجب يصيح إمامته. نعم. ويجوز لمقتص يعني للعابس ثوب لستر العورة اقتداء بعاري،
وليس للعاري غصب الثوب اللي يجوز له أن يغصب الثوب. يعني هذا الرجل الذي أراد الصلاة ليس عنده ثوب بل عند رجل آخر موجود حينما استعار لم يعطيه، أو يعني هو لا يعطيه بأجرة مثل، إذن هل يجب عليه، هل يجوز له غصب ثوبه؟ لا يجوز عليه بل يصلي عريانا. ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه هكذا آداب في ثوبه. إذن وهذا الذي بيناه هو يعني العورة، عورة الرجل والمرأة في الصلاة فقط. بالنسبة إلى الرجل عورات، فإذن في الخلوة يجب على الرجل ستر السوءتين القبل والدبر، هذا عورة الرجل في خلوته. فهذا الذي ذكرنا يعني ما بين السرة والركبة وعورة الرجل في الصلاة. ثم بالنسبة إلى زوجته ليس شيء من بدنه عورة، بل يجوز له كشف جميع بدنه، هكذا ثلاثة عند الرجل، ما عند المحارم وكذلك عند الأجانب. يعني في هذه الحالات كلها يجب على الرجل ستر ما بين الركبة والسرة عموما. مثلا هذا الرجل في حضرة امرأة أجنبية لا يجب على الرجل ستر جميع جسده عندها، بل يجب عليه هذا فقط، يعني ستر ما بين السرة والركبة. وهناك يفارق الرجل والمرأة، يعني إن هذه المرأة ممكن هذه المرأة تنظر إلى بدنه بشهوة، فهذا النظر إلى بدنها بشهوة أو بدون شهوة هذا اختلاف عند العلماء متى يحرم. بعضهم قالوا هذا نظر المرأة إلى بدن أجنبي حرام مطلقا، بعضهم قيدوا بالشهوة. على كل حال لو كانت هناك شهوة يعني على حالة الحرمة هي تفعل معصية، وهذا الرجل لو كشف من بدنه شيئا لهذه المرأة فيكون هذا إعانة على المعصية، فهل يجب على الرجل ستر تمام بدنه حتى لا يعين على المعصية؟ لا يجب، بخلاف المرأة. لماذا؟ هذا الرجل هو مكلف بالخروج. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في سورة الجمعة، قال الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هكذا الرجل مأمور بالخروج من بيته والانتشار في الأرض وطلب فضل الله، يعني الكسب يشتغل بالكسب والعمل كذا وكذا. فإذا لو كان هذا واجبا هو يشق عليه ويتضيق ويتضرر، لذلك نعم لذلك سواء نظرت إليه امرأة أو لم تنظر، في جميع الحالات هي هو يستر هذا فقط، يعني ما بين السرة والركبة. ثم بالنسبة إلى المرأة يعني هكذا عورات، ما ذكرنا هنا هو عورتها في الصلاة. ثم بالنسبة إلى زوجها فجميع جسدها يجوز لها كشفها عند زوجها، لا يجب عليها ستر شيء من بدنها بل يجوز لها كشفها هكذا بالنسبة إلى زوجها. أما بالنسبة إلى محارمها من أبيها وأخيها وكذلك عمها خالها، بالنسبة إلى المحارم عورتها ما بين السرة والركبة فقط، ما بين السرة والركبة فقط، معناه لا يجب عليها سترها فقط، يعني لو رؤية أو لو كان شيء من غير ما بين السرة والركبة، مثلا
من يعني العنق او موضع النحر وهكذا يعني رؤيا شيء من يعني بطنها او يعني ظهرها لو كان بامكان رؤيتي فلا تكون يعني مرتكبا للمعصيه هذا معناه فقط يوجد هكذا يعني في حياتهم العاديه يرى يعني بعض البطن او يعني كذا وكذا عند الابي او عند الاخي هكذا ثم بالنسبة إلى رجل أجنبي يعني لو كان في حضرتها رجل أجنبي يجب عليها ستر جميع بدنها هل يجب عليها ستر وجهها في هذا اختلاف بين الإمام ابن حجر والرملي رحمه الله الإمام ابن حجر رحمه الله ذكر قال لا يجب ستر وجهها إلا إن تيقنت أن أجنبيا ينظر إلى وجهها وإلا لا يجب فإذا لو كانت متيقنة أن أجنبيا رجلا أجنبيا ينظر إلى وجهها يجب عليها ستر الوجه أما الإمام الرملي قال سواء تيقنت أو لم تتيقن لا يجوز لها الخروج من بيتها سافرة الوجوه أما الإمام ابن حجر رحمه الله فعنده يجوز لها أن تخرج سافرة الوجه من بيتها يعني كاشفة الوجه من بيتها لكن لو تيقنت أن رجلا أجنبيا ينظر إلى وجهها يجب عليها ستر وجهها أما بالنسبة إلى الكفين هذا ستر الكفين واجب عند الجميع هي من العورة لا يجوز لها كشف الكفين أصلا عند الأجنبي وكذلك عند الخروج من بيتها لا يجوز أصلا ثم كل هذا يعني بين في القرآن العلماء استنبطوا مثلا هذا أمر بإرخاء الجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن وهذه الآية تدل على عورة المرأة عند الأجانب يجب عليهن يعني إدلاء الجلباب جلباب يعني ما يستر الوجه وما تحته هكذا يعني يكون مدلا وكذلك لا يظهرن من زينتهن إلا ما ظهر منها لا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها فهذه الآية تدل على عورة المرأة في صلاتها لا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها هذا ما ظهر منها الوجه والكفين هذه الآية بالنسبة إلى عورة الحرة في الصلاة وكذلك لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن هكذا بين المحارم وهذا عورة أخرى فإذا الفقهاء فصلوا هكذا كل هذا مستنبطة من القرآن ثم هذا الحجاب نزل قبل نزول الحجاب كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوجب الحجاب على النساء ورد في حديث صحيح كما في صحيح البخاري وافقت ربي في ثلاث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتخر بأن رأيه وافق ما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه هكذا ثلاث خصال ليس في الحقيقة ثلاثة بل أزيد منا لكن ورد في هذا الحديث ذكر ثلاثة منها الحجاب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أزواجه بالحجاب لو أمرت أزواجك بالحجاب فإذا هن يتبرزن يعني يخرجن للبراز في الليل من الليل إلى الليل هكذا كانت الحالة أولا إذا حينما خرجنا مرة
عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه سودة بنت زمعة فقال لها عرفناك يا سودة وهذه المعرفة كيف عرفها ليس برؤية وجهها بل ورد في سياق الحديث وكانت طويلة فإذا من الطول هي هو عرفها في هذه الحالة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر أو يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه بالحجاب ثم ما كان يأمر حتى ينزل الوحي إذن ذكر عمر بن الخطاب لهذا الطلب إلة وقال يكلمهن البر والفاجر كما ثبت في صحيح البخاري يكلمهن البر والفاجر فنزل الحجاب فإذا هذا الحجاب ينبغي أن يكون مانعا من الكلام يعني الكلام بين الأجنبي بين الرجل والمرأة الأجنبية هذا كما ورد في الحديث في الآية كما نص في الآية إذا سمعت سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب هذه هي آية الحجاب إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ليس يعني ستروا بدنهن فقط حتى الوجه والكفين بل لو احتاجت امرأة أن تكلم رجلا في حالة حاجة ضرورية كيف تكلم وراء حجاب كذلك لو كان يحتاج رجل أن يكلم بأجنبية ينبغي أن يكلم وراء الحجاب هذا هو الحجاب الشرعي حقيقة نعم ثم ويجوز باقي يعني ويسن للمصلين فإذا أن يلبس فيما يلي يبين المصنف التجمل والتزين في الصلاة أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن لأن يتزين للصلاة خذوا بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم فإذا من هذا التزين ما يبين للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه أحسن ثياب يعني أحسن الألوان الأبيض فإذا يلبس أحسن ثيابه لو كان أبيض فهو أحسن مرة ثانية ثم الصلاة في المخطط يكره كما سيأتي يعني المخطط فيه خطوط أو يعني نقوش أو صورة لا يصلي الرجل أو المرأة لابسا هذا الثوب المخطط يكره كذلك الصلاة عليها يعني لو كان البساط السجادة مخططة كذا وكذا فيه نقوش يكره أو يعني وهو يحاذي ويقابل جدارا أو ستارا فيه خطوط يكره لماذا؟ لأن هذا يوسوس أما هذا أحسن ثيابه بدون خطوط كذلك لو كان أبيض فهو أحسن مرة ثانية ويرتدي يعني يلبس الرداء ويتعمم الرداء يعني ما يلقى على العاتق والعنق هذا هو الرداء أما ما يلقى على الرأس فوق العمامة أو فوق القلنسوة أو بدون ذلك يعني يدلي ثوبا هكذا وهذا يقال له الطيلسان في الطيلسان والرداء ينبغي في الطيلسان والرداء أن يرد أحد طرفيه على عاتقه وإلا يعتبر خيلاء وهذا عدم رد أحد طرفيه على الأقل يعتبر خيلاء وهذا مما نهي في الشرع يعتبر هذا من يا شيخ يعني انقطع قليلا لا واضح بس كنا نسمعك انقطع القطع قليلا نعم نعم أنا استأنفت ينبغي في الطيلسان والرداء رد أحد طرفيه على العاتق لو لم يرد أحد طرفيه على العاتق يعتبر خيلاء وإسبالا للثوب والإسبال منهي الإسبال ليس في السروال والإزار فقط بل في الكم أيضا
يعني لو كان كم القوي قميص طويلا يتجاوز الكفة فهذا يعتبر إسبالا. كذلك في الطيلساني وفي الرداء يوجد الإسبال وهو منهي. الإسبال هناك بعدم رد أحد طرفيه على اللاصق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي ويرد طرفيه على العاتقين هكذا يلبس. نعم. ثم يتعمم يلبس الإمامة ويتقمص يلبس القميص ويتقيل يلبس حتى يلسان يعني فوق الرأسي أو يعني فوق القلزوة أو فوق الإمامة. كل هذا سنة. هناك بحث عند العلماء هل يسن الطيلسان لعامة الناس عامة المسلمين؟ نعم هذا يسن لجميع الناس ليس للعلماء فقط. ثم ولو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر يلبس الآخر يجعله رداء يعني يلقى على كتفيه إن كان ثم سترة يعني إن كان ثم سترة للمصلي أمام المصلي يسن سترة إما جدار أو يعني أحد من السترة أو عمود أو يعني شيء آخر ينبغي هذه السترة. لو كانت سترة يرتدي بالثوب الثاني الناس يعني يصلون يعني في وسط المسجد ساعات المسجد يعني هكذا بدون اعتبار هذه السترة أو في وراء المسجد يعني هذا يعني نقصان في صلاته. فإذا يجب اعتبار هذه السترة يقترب من عمود المسجد أو يعني جدار المسجد هكذا هكذا شيء أو يعني يصلي وراء مصلي آخر كما يصطف كما يقوم في الصف هكذا. ثم ورد في الحديث يعني ارتفاع هذه السترة أيضا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مقدار يعني مؤخر الراحل هكذا بيّن مؤخر الراحل الراحل الذي يوضع على الناقة للجلوس. فإذا مؤخره قدر النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل ارتفاع هذه السترة بمؤخره هكذا. يعني كل هذا ثابت في الحديث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. نعم. فإذا لو لم يكن عنده هذه السترة فماذا يفعل؟ جعله مصلى. يعني رجل عنده ثوبان ليس عنده سترة ماذا يفعل؟ يتزر يعني يستر بأحدهما العورة يعني لا يلبس الإزارة والثاني يعني يفرش على الأرض ثم يصلي عليه. فإذا هذا الفراش يكون له حدود فهذه الحدود تعتبر يعني سترة. لذلك قال جعله مصلى. نعم كما أفتى به. هذا اتخاذ المصلى يعني سنة في جميع الحالات. ثم هنا التعارض بين الرداء والمصلى واتخاذ المصلى. فإذا تقديم لاتخاذ المصلى هذا الذي بينه هنا. نعم كما أفتى به شيخنا. فرع يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضا. هذا الستر يعني ستر العورة ولو بثوب نجس أو حرير لم يجد غيره. ثم يعني هذا ستر العورة ليس مقيدا بكونه في الصلاة بل يجب يعني في خارج الصلاة أيضا. ولو بثوب نجس لو كان في خارج الصلاة عنده ثوب نجس يستر العورة يلبس هذا ولا يلبس. نعم هذا يلبس. لو كان يتلمخ بالنجاسة أيضا مثلا هذا ثوب رطب فيه نجاسة يلبس. لماذا؟ التلمخ بالنجاسة جائز للحاجة وهذا هنا هو يحتاج إلى ستر العورة فجائز لا بأس. أما في الصلاة لا يجوز لأجل إبطال النجاسة في الصلاة. أو كان هذا عنده حرير فقط يجب لم يجد غيره. ثم لم يجد غيره هذا قيد للحرير فقط. أما هذا رجل عنده ثوب طاهر وثوب نجس لا يلزم عليه أن يستر العورة أو أن يلبس الثوب الطاهر خارج الصلاة بل لو
يعني لبس هذا النجس عيلا يؤدي هذا الواجب، فإذا لم يجد غيره يرجع إلى الحرير فقط. ثم حتى في الخلوة يجب عليه ستر العورة حتى في الخلوة، لكن الواجب فيها ستر سوءتي الرجل وما بين سرة وركبة غيره يعني من المرأة والأنثى. ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لأدنى غرض، هذا الرجل في المسجد ليس هناك آخر خالي، يجوز له كشف العورة، نعم يجوز له لأدنى غرض لو كان شيء من الغرض، مثلا هذا التبريد يعني هذا وقت الحرارة ويريد يعني تبريد لأجل ذلك يكشف العورة لا بس، كذلك المرأة لو كانت خالية يجوز لها كشف عورتها يعني كشف تمام جسدها لأجل هذا الغرض التبريد. وكذلك صيانة ثوب من الدنس والغبار، يعني لو لبس هذا الثوب هو يتدنس يتلوث أو يغبر، فإذا صيانة ثوبه، فإذا هذا غرض آخر. نعم ممكن هذا ضعيف لذلك انقطع احيانا لا باس انا استعنت، فاذا هذا سبب اخر لكشف العورة في الخلوة، يعني اراد صيانة ثوبه من الدنس والغبار، لو لبس يتدنس او يتلوث او يغبر فاذا هو يخلع هذا الثوب يحفظ. مثلا متى عندك كنسل بيتي وكغسل، هذا رجل اراد الغسل يغتسل عندئذ يكشف عورته، لكن في هذه الحالات كلها الأولى أن يستر، فهذا العلل لجواز كشف العورة وما ذلك الأولى الستر. نعم. وهكذا يجوز الكشف، ومع جواز الكشف هل يجوز ماذا حكم النظر سوءة نفسه؟ فهذا يكره بلا حاجة، ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في التحفة ويكره له نظر سوءة نفسه بلا حاجة هكذا. ثم في خارج الصلاة، أما في الصلاة فممتنع، فلو رأى عورة نفسه في صلاته بطلت، الرجل يعني لو نظر سوءة يعني عورته في صلاته تبطل صلاته.